اتعرضوا لاضطهاد وملاحقه لان هم بيقولوا نقطه الدوله. ايوه انا عايز اقطع دوله الفساد. ايوه انا واقفه باسمي وباسم كل من اعرف على اسقاط دوله الفساد والظلم واقامه دوله العدل. أيوة. مع سمير حسين حملاوي من الشراكين الثوريين، وبعدها مع فيلم ابو الوهاب شهيد 28 يناير، وبعدها مع سعد اكرس وزكريا عبد العزيز. يسقط يسقط حكم العسكر. شكرا يا هاشم، شكرا يا زملاء. الشارع اللي احنا واقفين فيه ده الشارع اللي انا دخلت منه انا وزملاتنا للتحرير يوم 28 يناير. كنا جايين مسيره من مسجد رابعه العدويه، من جامع رابعه العدويه لحد هنا، وده الشارع اللي دخلنا منه لميدان التحرير في جمعه الغضب، وكانت الساعه بالظبط الساعه 5:30 الظهر. 11 شهر بعد الموقف ده احنا قاعدين واقفين في نفس الشارع وقاعدين بنحشد ليناير، لكن المره دي احنا ما بنحشدش بالسيف، احنا ما بنبداش بالسيف، ومش عايز اي حد يحبط. كلنا يوم 12 فبراير او معظمنا كان ساب الميدان، وكان في ناس محبطه وكانت فاكره ان خلاص الثوره سرقها العسكر، لكن في ناس كملت وكملنا اعتصام وكملنا مظاهرات. 9 مارس كان هجوم علينا شديد، وكلنا انا فاكر كنا في حاله احباط شديده لما شفنا ظهور زملاتنا وهي متشرحه بالكرابيك وبالضرب، وبناتنا واخواتنا تم الكشف على عذريتهم وانتهاك عرضهم، وفي ناس كتيره ساعتها افتكرت برضو ان الثوره ماتت، لكن الثوره ما ماتتش، وكانت عائلات الشهداء والضحايا اشتبكوا مع الشرطه بعد كده في يونيو في ماسبيرو، واتفجرت مواجهات، وقمنا باعتصام 8 يوليو اللي هو برضو لما اتفض على ايد قوات الجيش اللي اقتحمت مسجد عمر مكرم بعد كده، وما سمعناش حد من السلفيين بينددوا او بيشجبوا اللي حصل. في ناس كتيره برضو افتكرت ساعتها ان الثوره انتهت، لكن ما انتهتش، وشفنا احداث محمد محمود في نوفمبر، شفنا ديسمبر بعد كده. اللي انا بقوله لكم هو نفس الكلام اللي اختنا سميره بتقوله، ان رهاننا لازم دايما يبقى مع الشعب. الثوره دي مش هتتحسم لا في 18 يوم ولا في 18 شهر، احنا قدامنا معركه طويله، والمعارك دي هتبقى فيها هزائم وانتصارات، لكن مش لازم نحبط فيها ابدا. مؤخرا حصل هجوم على الاشتراكيين الثوريين وعلى الاناركيين وعلى اليسار بشكل عام من الدوله ومن القوى الاسلاميه بدعوه وزعم ان احنا عندنا مخطط لحرق البلد يوم 25 يناير 2012. لكن الكلام ده التاريخ بيكرر نفسه، كلنا نبص تاني على الجرايد سنه 52 كانت بتقول ايه، 54 كانت بتقول ايه، سنه 77 كانت بتقول ايه، ويناير 2011 كمان كانت بتقول ايه. المخطط الوحيد لحرق البلد موجود عند قياده الثوره المضاده اللي هو المجلس العسكري اللي هنطيح بيه، وكلمه لنواب الشعب المنتخبين، وكلمه لعضو في اي مجلس من المجالس العليا اللي موجوده دلوقتي، ان اي مجلس واي برلمان مش هيبقى عنده صلاحيات محاكمه المجلس العسكري وارسال لواءاته الى سجن طرى يبقى مجلس طراطير، مجلس ملوش لازمه، مجلس مش هنخشه. واخر حاجه عايز اعلن عليها ان يوم الاثنين الجاي الساعه 4 في وقفه قدام نقابه الصحفيين من اجل التضامن مع حركه الاشتراكيين الثوريين والاشتراكيين التحرريين، وارجو ان كل الناس هنا تحضرها، واشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين. والد واحد من نواراتنا وشهدائنا، الارقام اللي سمعنا عنها مش حقيقيه طبعا، الارقام اللي سمعناها جاي. الارقام اللي سمعناها حاضر تحت امرك، حاضر. عاوز تتكلم؟ اه عايز اتكلم. حاضر حاضر. بعد ابو مهاب بس بعد اذنك. الارقام اللي سمعناها ان 1000 شهيد و1000 مفقود، مفيش حاجه اسمها بعد 11 شهر وشويه من خلع مبارك في 1000 مفقود. يعني بنحتسب ال1000 مفقود التانيين جنب ال2000 اللي راحوا فعلا، فعندنا 2000 شهيد.